حاتم، انه من المشهد اللي حضرتك شفته كمان وشايف عيلة الحاج عبد الناصر والدكتور ابراهيم وخالد، يعني اعتقد انه حضرتك عندك نفس امنيتي زي ولادي كده، انه يا رب ولادي يبقى زيهم. والله بص انا معاك على الخط، طلبوني ومستني، وبقول يا رب ما ادخلش واستمع وتمتع بالكلام اللي بيتقال ده. الكلام اللي بيتقال، لان انا يمكن من اول لحظه اتعرفت على ابراهيم، وبعدين لما حصل اللي حصل وكلمت العيله، من اول لحظه انا حسيت انا قدام عيله محترمه. طبعا. ابراهيم اتربى تربيه محترمه، فالحقيقه هو مصر هتستطيع باسم طبعا برنامجك الجميل ده ربنا يخليك يا دكتور. بالناس اللي زي ابراهيم وزي عيله ابراهيم، لان هو الاسره هي البذره الاولى في بناء المجتمع يا استاذ احمد. فاحنا النهارده الحقيقه النموذج اللي احنا شايفينه ده يخلينا نقول يا اهل مصر يا محترمين، ركزوا على الاسره والقيم اللي الاسره دي. يعني انا كنت بقول لابراهيم من تاني يوم لما الدنيا ولعت كده، قلت له يا ابراهيم انت ان شاء الله هتنجح وهتبقى جراح طبعا وعظيم، طبعا بس القصه طالما ربنا اللي عمل كده يا جماعه، مش لا ابراهيم ولا انا ولا اي حد، هو ربنا ورانا ايه ان يستطيع ان يقول لشيء كن فيكون. انا وانا بسجل مع الفيديو بقول له اديني نمرتك يا ابراهيم عشان لما تبقى مشهور كده اقول انا صاحبك، الله بمناسبه ان انتوا بتقولوا الله، بيختاروا ما هو صحابه، مش هو ابراهيم نجم فهتودع اهو. ابراهيم ان انا ابقى صاحبك ولا لا؟ ابراهيم النجم اهو، حضرتك هو صاحبك الدكتور حاتم ولا ايه يا ابراهيم؟ اهو الدكتور حاتم ما هو ابراهيم. تخيلتش ما تخيلتش ان تاني يوم تاني يوم يعني بعد 24 ساعه هبقى اقول ابراهيم ده صاحبي وافتخر انه صاحبي. صح. فالنهارده القيم اللي احنا بنسمعها النهارده من هذه العائله المحترمه اللي فيها معنى الحياه الحقيقي، اللي هو ايه؟ اللي هو جديه مع رضا مع تمتع طبعا بشاشه في الوجه، طبعا وفي قيم بقى طبعا للعلم وقيم قيمه ثقافه العمل اللي افتقدناها. طبعا كل هذا الكلام الحقيقة اللي خلى ربنا يعمل المعجزة اللي حصلت دي. طبعا. ايه اللي لفت انتباهك لابراهيم وصورته يا دكتور؟ والله هو ربنا. تاني هرجع اقول لحضرتك، انا ما كنتش رايح القرية دي اصلا، انا مش ساكن في القرية دي اصلا، انما ليا صديق عايش في بلجيكا الدكتور عمرو خضر، قال لي انا موجود، طب انا عاوز اعدي عليك. عديت عليه متاخر شويه، قال لي طب انا على الفلاج، رحت رايح له على الفلاج واحنا قاعدين بنتدردش، لقيت واد منور كده وشايل الصندوق على كتفه، وانا بحب الفريسكا اصلا، فقلت له تعالى اسمك ايه؟ انا بحب اتعرف على الناس المنوره والشباب الجدي ده، ف بدير معاه حوار كده، اسمك ايه ابراهيم؟ بتدرس ايه يا ابراهيم؟ قال لي انا ان شاء الله داخل طب بشري، لان كنت جايب 99 6 من 10. قلت له لا 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 تعالى لي بقى حبيبي، راح مقرب مني كده وحاطط الباترينا على كان ركبته، طبيعي قوي الفيديو. مظبوط كان ورحت طبيعي. مطلع التليفون بقى وقلت لا بس حضرتك عندك سرعه بديهه هايله، يعني حس ذكي جدا ولقطته كده. والله برضه ولا هي بديهه ولا ذكاء ولا اي ده حاجه، ترتيب هو ده، ربنا. هو ربنا عاوز يقول كن فيكون. صح. وفي آية ربنا بيقول إيه؟ وألقيت عليك محبة مني. فده كله شغل ربنا. الواحد بس يخلص النية يا جماعة ويجتهد ويرضى. إبراهيم عبد الناصر راضي وهو الحمد راضي، لله الحمد لله فعاوزين يا إن رب. شاء الله إن شاء الله إحنا بلدنا في سكة رائعة، بنجري بسرعه جدا، فالانفراستراكشر او البنيه التحتيه للمجتمع هي الاسره. يا فلو رب احنا ان شاء الله. النهارده خدنا النموذج ده وكل الاسر بدات تشتغل على اولادها، من الموضوع على فكره اسره ابراهيم كلها، الموضوع مش موضوع فلوس يا جماعه خالص.
صح. والناس اللي عمالين بيكلموهم ويقولوا لا لا عايزين لا نساعد لا يا وبتاع، دكتور طبعا ده مش كلام موضوع، صحيح جميل جدا، ولكن هم تربية على فكره أهم. مش باصين للكلام ده خالص ولا باصين مين ايه. هم وابراهيم ثاني يوم خاله بكلمه وبتاع، قال لي طب وده بتقنع ابراهيم ان هو يتكلم؟ مش عاوز يتكلم، هو عنده بكره يجيب الثمارة 2 جندي وعاوز يروح مش عارف ايه، وفي مش عارف قناه ايه عاوزه تسجل منه الساعه 11 الصبح. فالولد مش مفتون، ولا دي اول كلمه انا قلت له لما لقيت الدنيا كده طبعا وكلمت طبعا نمرته، فوالدته ردت طبعا وراحت مداني نمره خالد، وانا مبسوط ان انا شايف خالد دلوقتي، انا كنت شفته وراح خالد موصلني لابراهيم، قلت له اوعى تتفتن يا ابراهيم طبعا. عشان اللي الله، حصل ده شيء غير طبيعي. تسلم ايدك يا دكتور على الجملة دي، وتسلم ايدك كمان على تصوير الفيديو الرائع ده، والحمد لله يعني الرسالة اهو، والحمد لله اعتقد الرسالة وصلك ابراهيم، وانت اوعى واحد في الدنيا، اوعى اياك والفتنة.